أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم عبر ظلال الأصيل عبر الشاشة الذهبية الشروق على الهواء مباشرة. تحايا فريق العمل من جديد، ونحن نتواصل. ضيفتي الثانية ونحن نزعت في ظلال الأصيل أن أوجه التحايا لكل الشباب والطاقات الشبابية التي تقدم لهذا الوطن الحبيب السودان الكثير جدا من المجهودات الجبارة. الناس يعني بتقدم مجهود، جهد خارق جدا، بتتنازل عن زمنها، بتتنازل عن مالها، دي حاجات ابدا ما هينه. عشان ما انا اجي واعمل مبادره واقدم فيها الثلاثه حاجات دي، الجهد والوقت والمال، ايمانا باهدافي وايمانا بالقضايا اللي انا اسلك طريقه واتجه نحوها. انا سعيد جدا انه تنضم الي الان عبر ظلال الاصيل في الاستديو الدكتوره فاطمه الدابي من مبادره برينيل. الاسم ده انا قلته صح ولا حاجه؟ ايوه صح، اكيد. ايوه اهلا بك يا ظلال الاصيل. الله يخليك. يعني شنو برينيل؟ طوال حامين طبعا ما عندنا. طيب، برينيل بتعني المراه القويه. كانت في ظروف كبيره لاختيار الاسم ده، وفي طاقم كبير اشتغل عليه انه هو يختار الاسم ده، واشتغل على اساس انه هي برينيل تقوم وتوصل للمرحله دي. فهي كانت فكره مني، لكن مجهود من عدد كبير من البنات في ولايه الجزيره لحد ما وصلنا احنا للمرحله دي. هي من مبادره الان تحولت منظمه الحمد لله. من مبادره لمنظمه، لكن يعني شنو هو شكل المبادره؟ هي لو عاوزين نتكلم عن الفكره في اساسها. طيب، برينيل الآن منظمة نسائية. نسائية بتعني شنو؟ بتعني إنه العضوية بتاعتها هي من البنات فقط، وفي البنات الشابات، يعني young ladies. العضوية بتاعتنا الأعمار بتاعتها بتتراوح ما بين 18 ل 28 سنة. بنشتغل في القضايا المتعلقة بالمرأة ككل، وفي القضايا المتعلقة بالشباب برضو ككل. دي بصورة عامة ممكن تكون الأهداف، إنه إحنا بنشتغل في مجالات المرأة وبنشتغل في مجالات الشباب، لكن بصورة سبيسيفيك بندخل في الحاجات المتعلقة بالمرأة بصورة سبيسيفيك والحاجات المتعلقة بالشباب بصورة سبيسيفيك. جميل. طيب شنو الأهداف اللي أنتوا عاوزين توصلوها من خلال المبادرة؟ الأهداف بعد نجي لمجالات العمل. الأهداف بتاعتنا، الهدف الأساسي والأول هو المساعدة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي. دي واحدة من الأهداف. طيب، كذلك تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. كذلك تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. والهدف الرابع من الأهداف الاستراتيجية في المنظمة عندنا هو إنه إحنا نقدر نكون شبكة فاعلة على مستوى السودان في القضايا المتعلقة بالشباب والقضايا المتعلقة بالمرأة. شبكة فاعلة، الشبكة دي بتحتاج لشراكات، بتحتاج لشركاء. أيوة. ممكن يكونوا موجودين معنا، الحاجة دي موجودة في شركاء؟ في الأنشطة مما بدت برينيل لحد الآن معظم الأنشطة كانت قاعد تكون ذاتية من بتقوم بها المنظمة فقط، لكن في رحلة سيرنا دي كان في عدد من الشركاء في الولاية، إذا كانت جمعيات أو منظمات نسائية أو نسوية، وإذا كانت جمعيات شبابية على حسب القضية أو على حسب البرنامج اللي إحنا بنكون شغالين فيه في الفترة المعينة يعني. طيب، ولاية الجزيرة فقط الآن المنظمة موجودة في الجزيرة، ولا لا بدأت الانتشار فعليا من خلال الشركاء؟ المنظمة موجودة الآن في ولاية الجزيرة، لكن على حسب التصور المستقبلي إنه إحنا خاتين تارجت معين أو زمن معين، لأنه إحنا نقدر نغطي كل ولايات السودان. إن شاء الله تقدروا تنتشروا في كل ولايات السودان. تكلمنا عن الجهد، وده إحنا بنملكه بالطاقات والنشاط والحيوية بتاعتنا. تكلمنا عن الوقت بالمزاج وبيضبط لي جدولي بقدر أخصصه. المال محتاج شوية، يعني محتاج شوية مجهود أكتر. بالتالي بخليني أنا يعني في حالة دي بفتش عن داعمين، بفتش عن 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 شركاء مؤمنين بنفس الاهداف، مؤمنين بنفس الفكره، مؤمنين بالقضيه اللي انا حاشتغل عليها. وين انتم في الموضوع ده؟ احنا حاليا بنسعى لانه نكون شراكات مع اجسام هي عندها نفس المانديت بتاعنا، او هي شغاله في نفس البرنامج بتاعنا، ودي حاجه من الحاجات الاساسيه زي ما انت قلت، في انه احنا عايزين نمشي لقدام، او احنا عايزين نتطور في الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها، لابد من انه يكون في داعمين
غير الدعم المالي الوصول ذاته. يعني لما يكون عندك شركاء الحاجة دي بتتيح لك إنه أنت توصل لأكبر عدد من الأفراد أو أكبر عدد من الفئات المستهدفة. فبرنيل واحدة من خططها إنه هي تكون شراكات مع الأجسام اللي عندها نفس المانديت أو عندها نفس الرؤية بتاعتها مستقبلا. لكن إذا تكلمنا عن ولاية الجزيرة، إحنا عندنا شراكة مع أحد الأجسام الشابة في ولاية الجزيرة، وهو تقريبا الجسم ده موجود في كل السودان، أو مش تقريبا، هو الجسم ده فعليا موجود في كل السودان، اللي هو شبكة تسقيف الأقران الشباب وايبر، اللي هو إحنا عندنا تقاطعات معه. الحاجة دي بترجعني لمجالات العمل. إحنا متقاطعين معه في شنو؟ متقاطعين معه إنه هو وايبر بيشتغل في الصحة الجنسية الإنجابية، وهي واحدة من المجالات العمل إحنا بنشتغل فيها في برنيل، اللي هي الصحة الجنسية والإنجابية. فبعد ذاك ديبنت على مجالات العمل الأخرى، إحنا بنشوف يا تجسم إحنا ممكن يكون هو شريك لنا، يا تجسم هو ممكن يدعمنا ويعمل لنا سبورت. جميل. طيب. في كثير جدا من المجالات اللي ممكن نشتغل معها، ممكن نصطدم بدرجة وعي، ممكن نصطدم بثقافة، ممكن نصطدم بحواجز كثيرة جدا. فكيف أنتوا قادرين تخترقوا الحواجز دي؟ طيب إحنا لما جينا من الأول خالص إنه عايزين نعمل برنيل، وبقينا بنفكر في إنه أهدافنا في برنيل شنو، وهي برنيل ذاتها كانت جزء من مشروع كبير اسمه تاسيتي، اللي هو بيشتغل في كل قضايا المجتمع المدني. فبعد ذاك إحنا المشروع ده فكفكناه لحد ما جينا طلعنا ببرنيل، على أساس إنه دي الحاجة اللي قدرتنا في الفترة الحالية ممكن إحنا نخلي الطفل نخلي التشرد لمرحلة جاية، لكن برنيل دي في الأول هي كانت مختصة بالمرأة، فبعد ذاك انضم لها الاختصاص بالشباب. إحنا عشان نقدر نوصل لبرنيل، أو إحنا الفكرة بتاعتنا دي التسلسل بتاعها، كان لابد من إنه نعمل تحليل للمجتمع. ولاية الجزيرة طبعا لا يخفى على أي زول إنه هي مجتمع مكفول جدا، ومجتمع صعب اختراقه، نظرا لانه احنا ذاتنا واحده من المجالات بتاعتنا قضيه حساسه، الصحه الجنسيه والانجابيه دي صعب جدا انه انت تقدر تتكلم فيها بصوره واسعه او بصوره كبيره او بصوره مفصله اكثر في مجتمعات كثيره جدا، خصوصا انه الصحه الجنسيه والانجابيه دي بتشمل لنا بتر وتشويه الاعضاء التناسليه للانثى، بتشمل لنا زواج الاطفال، تشمل لنا الامراض المنقوله جنسيا، كل الحاجات دي المجتمع عشان احنا نقدر وهي طبعا منتشره بصوره كبيره جدا، الممارسات الخاطئه دي سواء كان بتر وتشويه الاعضاء التناسليه او اذا كان زواج الاطفال، هو منتشر بصوره كبيره جدا. فكونه احنا نقدر نخترق المجتمع ده، كان لابد من انه احنا نعمل تحليل للمجتمع، ونقدر نشوف انه هو المجتمع ده حيتقبلنا بياته صوره، واحنا حنقدر نوصل له بياته صوره. فاحنا وصلنا لحاجات انه احنا اذا جينا دايرين نتكلم عن المجال المتعلق بالصحه الجنسيه والانجابيه، الحاجه دي حيمشوا يتكلموا فيها ناس متخصصين. برنيل بتضم كافة المجالات، إذا كانت هندسية، إذا كانت طبية، إذا كانت اقتصاد، إذا كانت سياسة، whatever، كل المجالات دي هي بتضم برنيل. فإحنا إذا جينا نتكلم عن أو إذا كان عندنا حملة مختصة بالمجال ده، حيمشوا لها الناس المختصين بمجال الطبي أو بالفيلد الطبي كله، على أساس إن هم الناس دي لما يجوا يتكلموا من ناحية طبية أكثر، من ناحية إنه في ضرر حقيقي موجود في المستشفيات، من ناحية إنه في ارتفاع في نسبة الوفيات إذا كان في الطفلات اللي بيتم عليهم ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، أو الطفلات اللي بيزوجوا في أعمار صغيرة، فبالتالي بيكون تأثير أكبر، أو بيكون في قبول للمجتمع أكثر مما إنه أنا أجي كمثقف أو كموعي فقط أنا عايز أتكلم في القضية دي. جميل. طيب شنو هي البرامج الآن ونشاطات اللي تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال الفترة الفاتت؟ الحملات اللي اتعملت. تمام. هي برنيل مما بدت 15/8/2020، كانت بدت بإيفنت ومجموعة بتاعت نقاش كبيرة ضمت أكثر من 150 بيت من ولاية الجزيرة. كانت الفكرة منا إنه إحنا نعرف الحوجة الحقيقية للبنات الشابات في الولاية، على أساس إنه إحنا لما نجي نشتغل حاجة تكون هي مبنية على أساس صحيح، أساس إنه إحنا استنبطنا الحاجات منه، وما إحنا جبنا حاجات أو خدتنا توقعات على أساس إنه إحنا دائرين نقدمها للشابات. فده كان أول نشاط. بعد ذاك لحقته الأنشطة، إذا كان أكتوبر الوردي، إذا كان الأيام العالمية للمرأة، الأيام العالمية للشباب، الحاجات الأيام العالمية للسلام، بما إنه أصلاً البيس بيلدينج أو بناء السلام هو واحد من المجالات اللي إحنا بنشتغل فيها.
فلحد آخر حاجة كانت الـ 16 days أو 16 يوم لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهو برضو واحد من الأهداف اللي إحنا شغالين عليها، وده كان شراكة مع أحد الأجسام اللي هي بتشتغل في نفس البرنامج. جميل. الموجود الآن على أرض الواقع أيضا، والبرامج الآن اللي بيتحضروا لها وحنقدر نقول إنها ترى النور أو نشوفها في المستقبل القريب. تمام. طبعا احنا عارفين او هي في حاجة ثوابت انه اساس اي تغيير المعرفة، ما لم احنا تكون عندنا المعرفة الكافية او نملك الشابات المعرفة الكافية احنا ما حنقدر نمشي لقدام. فالمشروع اللي احنا شغالين فيه الان هو رفع قدرات النساء الشابات في ولاية الجزيرة، وهو مشروع على 3 مراحل. طيب. كل مرحلة بتستمر 3 شهور، فيه أكثر من 30 مادة على حسب المجالات اللي إحنا شغالين فيها. المشروع الشغال حالياً هو رفع قدرات 46 شابة في الولاية، وحيبتدي من اليوم إن شاء الله. يعني أول ووركشوب حتكون اليوم الساعة 8 مساء إن شاء الله، على أساس إنه هي دي افتتاحية لسلسلة حتستمر 3 شهور لبناء قدرات لرفع وبناء قدرات 46 شابة في الولاية. حنبدأ اليوم، وين المكان؟ هو حيكون أونلاين، دي أول ورشة، لأنه إحنا معظم العضوية بتاعتنا بيكونوا طالبات، فبتكون صعبة إنه إحنا كل الورش بتاعتنا نعملها أوفلاين، لأنه حيكون في تقاطعات مع الزمن الدراسي، وكذلك الشغالات حيكون في تقاطعات مع الـ مع الـ مع الزمن العمل وكده. فحتكون في جزء من الوركشوبس حيكون أونلاين، بحيث إنه إحنا ما نحصر عليهم في حتة إنه في وركشوب تانية أوفلاين. جميل. طيب حنبتدي اليوم بورشة عمل. أيوة. ثم ماذا بعد؟ في شنو تاني جاي في موضوع رفع قدرات الشابات دي؟ بعد ما احنا نخلص او وذين انه احنا نخلص، احنا عندنا يوم في مارس الجاي، وهو يوم بيخص المرأة، 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة. فاحنا قاعدين نخطط الان لانه يكون في نشاط مصاحب بتكوين شراكات اوريدي، هو ناس عندهم علاقة بالمرأة او قطاعات عندها علاقة بالمرأة. حيكون النشاط يوم 8 مارس في ولاية الجزيرة، وحندعوكم له ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نحاول ان نكون حضور للتوثيق وللمشاركة ان امكن ذلك، وان انتم شايلين الجانب النسائي اكثر يعني. النسائي والشباب. والشباب. والشباب اي، احنا ما مرمرة فقط، احنا بنشتغل في النساء مع النساء، وبنشتغل مع الشباب. جميل جميل. طيب طالما مع النساء والشباب، هذه الشريحة الكبيرة بتواجهها تحديات كبيرة جدا، المجتمع عنده مخاوف كبيرة جدا. احنا بنتكلم عن بطالة، بنتكلم عن مخدرات، بنتكلم عن هجرة، تسرب دراسي. برأيك كيف نحن نقدر نحارب، نجابه المخاطر والمخاوف اللي المجتمع السوداني الآن يعني بتأرقه جدا وبنظر لها بنظرة الخوف؟ طيب، هي الحاجة دي فيها طرفين. طيب. فيها الشباب أو المجتمع ذات نفسه، وفيها الدولة اللي إحنا حالياً قاعدين نسعى على أساس إنه إحنا نوصل لدولة تقدر تحقق لنا طموحاتنا وتحقق لنا الحاجات اللي إحنا عايزينها. يعني أو الدولة كل شاب وكل شابة وكل مواطن في الدولة دي وهو عايز يوصل لها. أما بالنسبة للشباب، أيوة، هو مثلاً العوامل المحيطة ممكن يكون عندها تأثير في إنه أنا أتأخر كشاب في إنه أنا أعمل الحاجات، لكن إنه أنا سعيت عشان أنا أعمل الحاجات، فأنا حأقدر حألقى ناس تدعمني في الحاجات اللي أنا قاعد أعملها، حألقى جهات بتدعمني في الحاجات اللي أنا قاعد أعملها. فهو الموضوع كله مرتبط بالنسبة لي بالسعي. ده بالنسبة ما يتعلق بالبطالة والتفاصيل دي، لأنه أنت السؤال بتاعك كان مركب. طيب أنا حل حلو، حبة. أيوة، حل حلو، ما مشكلة. فيما يتعلق بالجانب بتاع المخدرات، وهو طبعا ظاهرة للأسف في الفترة الأخيرة بقت منتشرة بانتشار بصورة كبيرة جدا جدا. فالحاجة دي إنه عشان مثلا إحنا نقدر نعالج الحاجة دي أو نقلل منها، بالتالي كل الأجسام الشابة أو كل الأجسام اللي هي عندها علاقة بالشباب وعندها علاقة بالصحة العقلية والصحة النفسية وعندها علاقة بالمخدرات ذات نفسها، تدعم الحملة بتاعت مناصرة أو نفير، بحيث إنه إحنا نقدر نوحد جهودنا دي
ونقدر نشتغل على على على, على نرفع الوعي بين ضرر المخدرات شنو، تدعم المجموعات بتاعت نقاش للمتعاطين ذاتهم، نعرف الاسباب بتاعت انهم هم مشوا في الطريق ده شنو عشان احنا نقدر نوجد حلول للحاجه دي. فما لم يكون في توجه من كل الاجسام ومن الدوله ومن كل المكونات بتاعت الدوله ومكونات المجتمع ده على اساس ان احنا نركز في القضيه دي، ما حيكون في تغيير او ما حنقدر نوصل لحاجه، لانه هو ده ما مجهود بتاع فرد او منظمه او مؤسسه واحده. ثاني باقي السؤال في شنو؟ عندنا التسرب الدراسي. التسرب الدراسي، والله التسرب الدراسي ده انا حاتكلم لك فيه كفاطمه لانه هو ما واحد من الحاجات اللي احنا شغالين فيها في طيب. في المنظمه، لكن ده برضو ممكن يعود لانه غياب الملامح بتاعت الدوله الفعليه اللي هي بتضمن لنا انه الرقابات الاطفال والشباب والشابات اللي هم في عمر الدراسه ديل انهم هم يقدروا يكملوا دراستهم، لانه الحاجات الظروف مختلفه، في ناس بتتسرب لان هي ما عايزه تقرا، في ناس بتتسرب بضيق المعيشه، في ناس بتتسرب بسبب الحروبات، في ناس بتتسرب بسبب النزاعات، في تفاصيل كثيره في الدوله دي. يعني هسي الان في النيل الازرق ممكن تكون مجموعة كبيرة ما قادرين يداوموا في مدارسهم لأنهم هم في حالة بتاعت نزاع وحالة بتاعت حروب، فالموضوع ده ذاته شائك جدا، موضوع التسرب من الدراسة ده. جميل. طيب حقوق المرأة وتثقيف الشباب عشان ما يدافع عن كل القضايا اللي انت تطرقت لها، انه ممكن في البداية كان في توجهات كبيرة جدا عشان ما نكون موجودين في قضية حقوق المرأة، في قضية الحرية، الحقوق المدنية بصورة عامة، في القضايا المرتبطة أيضا بالحريات. نحن ما محتاجين نتكلم ونتونس ونعمل إيفنتات إلى آخره، لا، محتاجين رؤية، محتاجين تخطيط، محتاجين لجهود مستمرة، محتاجين نواصل الضرب على القضايا عشان ما نقدر نحدث تغيير فعلي. نعم. بعدك يعني انت ماشي معي في اللاين ذاته، انا ماشي معك في طيب انا ماشي معك في نفس اللاين، لكن عاوز اجيف على 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 برينيل، وين واقفه الان؟ شنو هذا السؤال؟ وين خططكم الان؟ وين جهودكم واقفين؟ وين الان احنا في الحريات، القضايا المرتبطة بالحريات عن المرأة، الحقوق المدنية، تثقيف وتوعية الشباب في الجانب ده. وإنت إذا بتقولي نحن بنعمل مثلا ورشة عمل أو جلسة عمل أونلاين، فنحن معنيين برقم بسيط اللي هو مثلا ممكن يكون 46 46 دي العضوية. نحن عاوزين برضو ننتشر أكثر عشان ما ننقل القضايا دي، لما نتكلم بس عن ولاية الجزيرة، خلينا نتكلم عن السودان، خلينا أحلامنا تكون أكبر شوية. طبعاً إحنا في الرؤية بتاعتنا في برينيل بنقول عالم آمن لكافة أفراد المجتمع، تتمتع فيه المرأة والشباب بكافة الحقوق المكفولة اليوم. يعني إحنا ذاتنا في رؤيتنا مشينا بعيد من السودان ذاته، يعني إنه إحنا بننظر على أساس إنه الموضوع ده يشمل العالم ككل. لكن أنا حرجع لك للنقطة بتاعتك إنه إحنا مبدئياً الآن شغالين على العضوية بتاعتنا، لكن في نفس الوقت قاعد تكون عندنا حاجات مفتوحة للعضوية خارج المنظمة. بالنسبة للحقوق والتفاصيل دي في قوانين، إحنا عندنا قوانين هنا في الدولة هي الدولة موقعة عليهم ومصادقة عليهم، وديل القانونين ديل برضو من مجالات العمل بتاعتنا في برنيل اللي هم المرأة الأمن والسلم، الشباب الأمن والسلم. إحنا في خططنا الجاية في برنيل إنه مفروض نلفت النظر للقانونين ديل بحيث إنه يفعلوا، لأن هم القانونين ديل اوريدي هم موجودين والدولة ملزمة بإنه تشتغل في البنود بتاعة القانون بتاع المرأة الأمن والسلم، وتشتغل في البنود بتاعة القانون الشباب الأمن والسلم، ولكن الحاجات دي ما مفعلة. ليه؟ دي الحاجة اللي احنا قعدنا نتناقش فيها في برنيل، ما مفعلة ليه؟ لأنه ما في، لأنه ممكن تكون الشباب ذاتهم هم ما عارفين إنه في قانون قاعد يكفل لهم حقوقهم، لكن هم ما عارفين إنه عشان يقدر يشتغلوا عليه. كذلك المرأة ما عارفة إنه في قانون في الدولة دي هي ملزمة إنها تطبقه وهو بيكفل لها حقوقها وهي ما قادرة تشتغل عليه. فإحنا في الفترة الجاية حتكون عندنا ووركشوبس
حيكون عندنا لايفات، حيكون عندنا حاجات مفتوحة، وحيكون عندنا شراكات مع كافة أجسام السودان بحيث إنه إحنا نشتغل على تفعيل القانونين ديل وتتكون حملة مناصرة قوية لهم بحيث إنه يتفعلوا وإحنا نقدر نوصل للحاجات اللي إحنا عايزينها عن طريقهم، يعني سواء كان المرأة وسواء كان الشباب. طيب نحن هنقعد نقول لهمتين بصورة عامة، يعني إنه والله يا أخي الشباب والشابات هم ما عارفين، ما عندهم درجة الوعي. لمتين نحن نصل لشاب وشابة عندهم درجة وعي كبيرة جدا بالقوانين اللي تكفل لهم كل الحقوق الموجودة؟ لمتين نعرف، لمتين نصل لهذه الدرجة من الوعي؟ مفترض نعمل شنو عشان نصل للمرحلة دي؟ عشان لمتين طبعا انا ما عندي اجابه لمتين دي لانه ما حقدر يكون عندي تصور لانه بعد كم ما حنقعد يا دكتوره كل مره نقول والله احنا ما عارفين، الناس ما عارفين، صح؟ اي ما حنقول كده، لازم نبحث عن الاجابه. احنا لا انا ما عندي اجابه لحته انه لمتين، لكن عندي الاجابه بتاعت انه كيف. كيف؟ طيب كيف انه احنا نقدر نوصل لشاب وشاب عارفين حقوقهم بتمليكنا المعلومات؟ كيف؟ برفع الوعي. رفع الوعي ده حيكون بيكون بطرق كثيره، اذا كان مجموعه نقاش تثار قضايا حقيقيه وتقعد الناس تتناقش فيها بصوره حقيقيه وتطلع توصيات، ما تطلع توصيات مجرد ما انها هي اتكتبت وخلاص وتشرطت، لا تطلع توصيات فعليه واحنا نمشي في التوصيات اللي طلعنا عليها دي عشان نطبقها وعشان توصلنا للحاجات اللي احنا دايرينها. في اليات كثيره شديد، اذا كانت الان احنا في حاجه كبيره مركزين عليها في برنيل زي ما قلت لك انه الاونلاين، احنا عندنا سوشيال ميديا، عندنا انترنت، عندنا فيسبوك، عندنا واتساب، عندنا حاجات كثيره احنا بنقدر نوصل من خلالها للعالم كله. احنا ممكن نشتغل على الحاجه دي بحيث انه احنا نقدر نوصل للسودان ونقدر نستفيد من المورد اللي هو متاح لنا، لانه اوريدي احنا ده مورد عندنا الناس كلها، او اذا ما الناس كلها نسبه كبيره من الناس هي عندها فيسبوك، نسبه كبيره من الناس بتكون قاعده اونلاين. فانا الناس دي بالراحه اذا كان بسكتشات، اذا كان بفيديوهات تتنشر اونلاين، اذا كان بلايفات، اذا كانت اونلاين ووركشوبس مفتوحه لكل الشباب ديل، دي كلها اليات بتمكننا ان احنا نقدر نملك، احنا في الجزيره نقدر نملك معلومه لشابه قاعده في اغاصي شرق دارفور. فدي دي دي اليات كثيره انه احنا بنقدر نشتغل عليها، بس اذا احنا قصدنا انه احنا عايزين نشتغل على الحاجه دي. جميل. هي بضيفي الاول تحدثنا عن الفنون قيمه جماليه كبيره جدا في حياه الناس، ومن خلال الرساله الاخيره انتم تحاولون ان توصلوا الرسائل بالفنون. كختام كلمة أخيرة ورسائل أخيرة، أسرة مبادرة برنيل، ماذا تريد أن ترسل وتقول لكل شاب وشابة سوداني وسودانية؟ عموماً بصورة عامة، إنه الحقوق تقتلع ولا تمنح، وإحنا كشباب وشابات وثورة ديسمبر المجيدة أثبتت الحاجة دي، وقبلها النضالات الشابة أثبتت الحاجة دي، لكن إحنا كشباب وكشابات قادرين نوصل للحاجة اللي إحنا عايزينها، وقادرين نشتغل في القضايا اللي إحنا عايزينها، وقادرين نحقق ونوصل للوطن اللي إحنا كلنا بنحلم به. ومن هنا أنا عايزة أعتذر وعايزة أقول إنه أنا كان مفروض في البداية أترحم على كل شهيد سقط في وهب روحه في داء للوطن ده، والعودة الآمنة للمفقودين والشفاء العاجل للجرحى. لهم الله الرحمة والمغفرة. شكرا دكتورة فاطمة الدابي، سعدنا بك جدا في ظلال الأصيل على شاشة الشروق، شاشة ذهبية دائما. شكرا شكرا لك يا شرفنا بك جدا. الله يخليك.